بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. يوم جديد وبكرة إن شاء الله أحلى. وصلنا للمحطة الأخيرة، وصلنا والكل لازم يستعد للنزول، وهو محمل على كتافه شنطة اللي جواها حاجته هو وبس، جواها كل حاجة اختارها وتمسك بيها واحتفظ بيها، خير ولا شر كلها اختياراته. وصلنا للنهاية اللي ما كناش عاملين حسابها، سواء ظالم ولا مظلوم، جه اليوم اللي هتترد فيه المظالم. سنين من عمرنا اللي اشتكى واللي بكى واللي ظلم واللي فجر، ومش حاطين في حساباتنا ان اليوم الاخير. وكام واحد استقوى بفلوسه وعلاقاته ونسي ان ربنا اسمه القوي، وكام واحد على الظلم والافتراء قدر على اللي حواليه ونسي ان ربنا سبحانه وتعالى اسمه القادر. خلاص ما بقاش في وقت لجبروتك ولا فلوسك ولا نفوذك ولا علاقاتك. جه اليوم اللي هنسمع فيه كلنا لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. الحلقات اللي فاتت واللي قبلها يمكن اتكلمنا عن سلسلة، او كان عندنا سلسلة حلقات عن علامات الساعة الكبرى. وصلنا لاخر علامة، وازاي هتكون نهاية يأجوج ومأجوج، وازاي القيامة هتقوم. تفاصيل كتير هنتكلم عنها ان شاء الله مع فضيلة الشيخ محمد ابو بكر من علماء الازهر الشريف ووزارة الاوقاف، واكيد هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم، واهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بألف خير. يعني ايام قليلة جدا ونستقبل شهر رمضان المبارك. اهلا بك ومشاهديك، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام، قولي امين. امين امين يا رب العالمين. يعني توقفنا عند جزئية مهمة جدا يمكن في حلقة امبارح، وهي نهاية يأجوج ومأجوج. النهاية هتبقى ازاي؟ حالنا هيبقى ايه؟ دي آخر علامة وبعدها قيام الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأكملان الأزهران الأعطران المشرقان المضيئان على من جمعت كل الكمالات فيه، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه ومحبيه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. اسمح لي أن أبدأ بكلمة لنفسي وللمشاهدين الكرام. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. صحيح. وكأن رمضان الماضي ونحن نبتدئ هذه السلسلة المباركة التي نختتمها اليوم كان أمس. ولعل هذا حينما قلنا في علامات الساعة الصغرى بأنه من علامات الساعة أن تنزع البركة من الوقت، فيصير العام كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة. وصلنا إلى يأجوج ومأجوج، وزي ما قلنا امبارح، قوم صغار العيون، قوم عراض الوجوه، قوم صهب الشعور، يعني ما تعرف لهمش لون، قوم لا يعرفون إلا الفساد، قوم أسماؤهم تعني شدة العداوة والنار الشديدة والماء المالحة، قوم لا قبل لأحد بهم. سيدنا عيسى عليه السلام ربنا هيقول له ابعد عنهم، حرز بعبادي جانب الطور، لأن هؤلاء الأقوام لا قبل لكم بهم، لا يعرفون إلا الفساد والإفساد، لا يعرفون الإعمار أبدا. قلنا بأن في كل وزارة يأجوج ومأجوج، في كل مصلحة يأجوج ومأجوج، في كل بيت يأجوج ومأجوج، كل حمى عايزة تفسد حياة مرات ابنها أو ابنها هي يأجوج ومأجوج، كل واحد عايز يخرب الدولة يأجوج ومأجوج، كل واحد عايز يهد التقدم، سواء في مستوى بيت، في مستوى أسرة، في مستوى عيلة، في مستوى مصلحة، في مستوى وزارة، في مستوى دولة، في مستوى مجتمع، هو يأجوج ومأجوج. كل واحد بيسعى للخراب وللإفساد هو يأجوج ومأجوج، في انتظار أبوه الأكبر يأجوج ومأجوج الأكبر، اللي هم من جملة علامات الساعة. سيدنا عيسى عليه السلام يلهج إلى الله والمسلمون بالدعاء، وعشان كده أنا لما حد بيكلمني وهو مبتلى أقول له ملكش حل إلا الدعاء. عارفين ليه؟ لأن الحاجة الوحيدة اللي ولا تعرف طاعة. أنا لو أنا أشد الناس معصية لله سبحانه وتعالى وكل ذنوب، ورحت لربنا أدعوه لازم يستجيب لي. أنت بتقول يا عم الشيخ لازم، أنت بتقلي أدبك مع ربنا وتقول لازم، مش أنا اللي بقول، والله هو اللي وعدني، هو اللي قال لي، مش أنا اللي بقول، هو ربنا قال لي وعدين في القرآن اسمعوهم. أول وعد
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والتانية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال موسى سائلا ربه: يا رب ماذا تقول لعبدك الطائع؟ قال: يا موسى أقول له لبيك. قال: فماذا تقول لعبدك الراكع؟ قال: يا موسى أقول له لبيك. قال: فماذا تقول لعبدك الساجد؟ قال: يا موسى أقول له لبيك. قال: فماذا تقول لعبدك العاصي؟ قال: يا موسى أقول له لبيك 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 عبدي. ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف المرأة اللي ضاع منها ولدها رضعها في قلب الغزوة، وكل ما تشوف عيل تفتش وتمسكه وتحطه على صدرها ما تلاقوهش هو ترميه، فبعدين لحد ما لقيت ابنها فألصقته ببطنها وأرضعت، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتابع الموقف والصحابة معه: أرأيتم هذه رامية بابنها في النار؟ حد يعقل ان دي ممكن ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده لله ارحم بكم من هذه الام بولدها. شوف الجمال، ما هو لسان الحال لما بنتحط في القبر: رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، وانا الحي الذي لا يموت، فهل يبقى لك الا انا؟ فسيدنا عيسى يلهج الى الله بالدعاء، يلهج إلى الله بالنجاة، فربنا سبحانه وتعالى ينزل على يأجوج ومأجوج مرض في أعنقهم. تخيلي. وعشان كده اوعي. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يا كل ظالم، يا كل متكبر، يا كل عاصي، يا كل واحد قوي، يا كل واحد مقتدر، اوعى تفتكر ان ربنا سايبك. ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. وانت ما تعرفش القضاء هيجي لك ازاي، وخلي بالك يد الله تعمل في الخفاء، واياك وما يعلم جنود ربك الا هو سبحانه وتعالى. فيرسل في اعناقهم مرض بسيط قوي، فالمرض ده يشتد عليهم فيصبحون فرثا، يعني موتى، لدرجة ان الارض كلها تتحول رائحتها الى رائحة نتنة من رائحتهم. يا ساتر. فربنا سبحانه وتعالى يرسل طيرا لهم اعناق كاعناق البخت، يعني اعناق طويلة زي الجمال والابل، فيحملون جثثهم الى ما شاء الله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يأمر السماء ان تنزل او ان تنزل ماء لتغسل الارض، ثم يأمر الله الارض ردي بركتك، فيزداد الزرع ويزداد الثمار. في اللحظة دي سيدنا عيسى عليه السلام تقبض روحه الى الله سبحانه وتعالى، ويصلي عليه المسلمون ويدفنوه وفق الشريعة الإسلامية. وبعدين تيجي ريح طيبة، ريح طيبة تهب علينا فتقبض أرواح المؤمنين الذين كانوا يعيشون مع سيدنا عيسى. اللي كانوا لسه مع مين؟ لسه موجودين على مع سيدنا عيسى. فلا يبقى في الأرض إلا لكع ابن لكع، فاسد ابن فاسد، قاتل ابن قاتل، مجرم ابن مجرم، ما فيش على الأرض صالح خلاص. يتقاتلون ويعيسون في الأرض فسادا، تعود الأرض كما كانت لأهل الفساد. أعوذ بالله. اللي هم قبل سيدنا آدم كان الجن فسد في الأرض، ولذلك خلق الله آدم عليه السلام. يعيسون في الأرض فسادا، وهنا تأتي نار من اليمن من أجل أنها تسوق الناس إلى أرض المحشر. قبل ما نكمل نروح فاصل. تفضلي. مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. مرحبا بحضرتك.
حضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وأكيد هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، وصلنا ل النار، النهاية. نعم. وفيصل مهم جدا. نعم. نهاية الدنيا ونهاية الحياة ولقاء ربنا سبحانه وتعالى، لحظة ما القيامة هتقوم أو لحظة الساعة. هذه النار تخرج من اليمن، تسوق الناس إلى أرض المحشر. النار؟ آه، لأن الأرض تقوم على، أو الساعة تقوم على شرار الناس في الأرض. تقوم الساعة يوم الجمعة. لو تفتكري وإحنا بنتكلم مرة عن يوم الجمعة، قلت لك إن كل الكائنات تحبس أنفاسها في يوم الجمعة حتى يؤذن للفجر، لأنها تخشى قيام الساعة. وأنا والله ما من عادتي أن أعاتب أحد، إنما تلاقي واحد يخش يقول لك إيه الجهل ده، هو الكائنات محاسبة؟ الكائنات عليها عتاب؟ الكائنات عليها ملامة؟ بقول لحضرتك، ما تعرفوش إن كان سيدنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول لنا حتى المخدة دي ولا المسند ده اوعى تشتمه، حتى الكوباية دي. ولما حضرتك تشتميها اقول لك بتشتميها ليه؟ انا بشتم الكوبايه؟ هو انا شتمتك انت ولا شتمت حد؟ يقول لك لا، لان ربنا قال ايه؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ده من رحمة ربنا بينا ان احنا ما بنسمعش التسبيح بتاع الوسادة دي، ولا التسبيح بتاع الارض، ولا التسبيح بتاع الكوباية، كنا اتجننا. وعشان كده في أرض المحشر هتقف حضرتك وأنا والمشاهدين الكرام جنبنا التعبان، وجنبنا الحية، وجنبنا الأسد، وجنبنا النمر، وجنبنا الثعلب. بس ما فيش بقى ولا الخوف من ده ولا من ده. العجيب إن الأسد الذي يخيف قوما بأسرهم يقف متأطئ الرأس خائفا من عذاب الله. طب بس أنا ليا سؤال عند حضرتك. فضل. في الجزئية دي فضلت الشيخ بتقول إنه كل حاجة بتخشى قيام طبعا الساعة. طبعا. طب مش احنا بنقول انه في علامات؟ ده احنا اتكلمنا في علامات الساعه. آه كتير جدا. آه يعني لحظه القيامه، لا ده في حاجات كتير جدا. نعم قبلها. نعم، بس هذه الحيوانات لا تعرف ما نعرف. هي تعرف ان الساعه يوم الجمعه فقط، فهي تخاف من يوم الجمعه. ولذلك شوف انا بقول لك ايه، الاسد يوم القيامه يقف متأطئ الراس. ليه يقف متأطئ الراس؟ لانه هيتحاسب. هيتحاسب ازاي؟ هيتحاسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، يقتص الله من النطيحة لمن نطحها. تعرف حضرتك أيوه عزكم الله الخروفين هما بينطحوا بعض كده، ربنا يجيبهم يوم القيامة. يقتص لمن نطح أو لمن ظلم أخاه، وبعدين ربنا يقول كونوا ترابة. عندها الكافر يقول يا ليتني كنت ترابة، يعني نزل نفسه من مدارك الإنسانية اللي ربنا كرمنا وشرفنا وعلانا فوق الملائكة وخلى الملائكة تسجد لنا سجود تكريم وسجود علو شأن وسجود رفعة منزلة، نفسه يبقى حيوان. شوف الـ ليه بقى الأمر ده كله؟ لأن الساعة لما تكون هو ده، الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. عشان كده ربنا حذرنا من الساعة فقال اسمعي، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تخيلي، بص كده، طب بص لحال السماء وحال الأرض. إذا السماء انشقت، شوفي أهوال الساعة. إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت. تخيل كل دي أهوال ساعة، كل دي أهوال ساعة. تخيلي، وبعدين النداء لينا كلنا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هتقف بين يدي الله. وعشان كده في آية تانية يقول، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.
يا أيها الماء المهين من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرت؟ ومن الذي بالعقل قد حلاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ هتقف بين إيد ربنا. والعجيب إن الواحد فينا لو جاله استدعى من النيابة العامة والله ما بينام. طبعا صح طبعا والله ما ينام، وهيروح يقف قدام واحد زيه. صح، هيقف قدام بشر زيه وعنده كفالة، مش كده؟ وعنده لعب في الأوراق يستطيع يلعب، وعنده فرص، وعنده كل شهود حاجة، وعنده نقط، وعنده قبليه استئناف وقبلها معارضة، مش كده ولا ايه؟ انت واقف قدام، انت هتعمل ايه؟ وممكن اضحك على الوكيل النيابه ولا القاضي اقول له اصل المحضر ما جانيش، وممكن استطيع ان انا اتواصل مع المحضر واقول له ما تجنيش. لكن انت لما تقف قدام ربنا تقول له يا رب المحضر ما جانيش، يقول لك عبدي اما كنت تقرا في الدنيا 17 مره في الصلاه مالك يوم الدين، وهل من مالك ليوم الدين غيري؟ طب يا رب الشهود فين؟ طب فلوسي تنفعني؟ يقول لك يا عبدي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا صاحب العز، يا صاحب الجاه، يا صاحب السلطان، بص لنفسك كده ولا حاجة هتنفعك. ويقول لك ذوق، لما يحط في جهنم يقول له ذق انك انت العزيز الكريم. ولذلك شوفي بقى الرائع ان الطريق مبين في القرآن، الطريق واضح. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. طب فين النجاة؟ الله يفتح عليك يا شيخ محمد. فين الطريق اللي يوصل لربنا؟ الطريق في اتباع سبيل الوحي، الطريق في الاستماع لصوت الحق، الطريق في اتباع كلام ربنا، الطريق في اتباع ما أنزل الله على أنبيائه، اللي ربنا قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولعل تدبير ربنا سبحانه وتعالى أن تنتهي الدار الآخرة في هذا اليوم المبارك، علشان لما نبدأ رمضان ونعيش مع قصص الأنبياء. والله وأنا قاعدة لسه بفكر بقول ترتيب ربنا سبحان الله العظيم، إن يعني نختم السلسلة في آخر حلقة لينا قبل رمضان إن شاء الله. وكم من تأخر تأخرنا سبحانك يا رب لهذه الحكمة الإلهية سبحانه وتعالى، كله بمعاده ومكتوب بالثانية وباللحظة. صحيح، فتكون الطريق الوحيد سبيل الأنبياء. فأرجع بيك وأقول لك في عجالة سريعة جدا، كل واحد بيتفرج علينا واتفرج علينا طول السنة دي، عايز أقول لك لما سيدنا الحبيب يخاف، ولما سيدنا الكليم يخاف، ولما سيدنا الخليل يخاف، ولما الكريم ابن الكريم يخاف، أما إحنا نعمل إيه؟ يبقى لازم نكون أشد خوفا. طبعا طبعا. كل عام أنت والمشاهدين بخير، اللهم بلغنا رمضان. أمين. اللهم سلمنا لرمضان. أمين. وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. أمين أمين يا رب العالمين. بشكرك يا فضيلة الشيخ، وإن شاء الله فضيلة الشيخ محمد أبو بكر ضيفنا إن شاء الله في شهر رمضان المبارك، وبكرة أحلى مع الأنبياء بإذن الله، وأشوفك على خير لو عشت وكل عمر إن شاء الله. الخميس الجاي إن شاء الله كان في العمر بقية بإذن الله نعيش معك ومع المشاهدين الكرام، ونسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال. أمين. في عجالة سامحوني، إلحق نفسك قبل يوم الخميس، اللي مخاصم حد يصلحه واللي ظالم حد يرد له المساء، لسه فاضل لنا كم يوم في ذاك الشهر الذي ترفع فيه الأعمال والدرجات إلى الله، اللي هو شعبان ختام السنة التعبدية، ورمضان
بداية سنة عبادة جديدة. يا رب تكون على مصر بالخير والأمن والأمان إن شاء الله. يا رب ربنا يتقبل مننا كلنا. فضلت الشيخ بشكرك جدا. هنروح لفاصل مشاهدينا ومكملين مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. يعني الناس اللي بيجي لها سكر ولا اللي بيجي لها ضغط خلاص تقريبا هم بقوا زي الانفلونزا كده، حاجه يعني حد عنده سكر حاجه عاديه، دي حاجه بقى يعني ملازمانه طول العمر، ولا الضغط برضو نفس الموضوع. لكن ضغط وسكر مع سمنه اكيد بيبقى الموضوع شكله مزعج قوي، واكيد بيختلف عن الشخص الطبيعي اللي جسمه فيه تناسق وجسمه كويس عن الشخص اللي بيبقى عنده سمنه زياده. هنتكلم النهارده ان شاء الله مع الدكتور احمد عبد الله عن ارتباط السمنة بمرض السكر والضغط، واكيد هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. دكتور احمد منورني واهلا بيك. ربنا يخليك، ده نورك. يعني مرضين احنا خلاص بنقول تقريبا بقى اطفال وصغيرين بقى صغيرين بقى بقوا صديق صديق البني ادم اصدقاء الانسان بالظبط كده. ايه علاقتهم بموضوع السمنه والسمنه؟ هل هي ممكن يعني شخص ما يبقاش عنده سكر ولا عنده ضغط بس بسبب السمنه يجيله ده والعكس؟ تمام تمام. طبعا اهم حاجه نكون عارفين الناس بتتعامل مع السمنه على ان هي فيها جزء كبير وراثه. يعني انت بتلاقيهم بيحطوا شماعه المشكله بتاعه السمنه دي على الوراثه، يقول لك انا عندي اصل وراثه يا دكتور، اصل هي عيله كلها كده شبه بعضها بالظبط. وفي نفس الوقت برضو نفس الكلام في الضغط والسكر، فبيقول لك بيجي له في اي وقت، فبيقول طب ما اصل انا والدي والدتي كان عندهم الضغط والسكر فلازم يجي لي. الحقيقه سواء الضغط سواء السكر سواء السمنه الحاجات دي كلها هي فيها عامل وراثي، لكن العلم اثبت ان العوامل المكتسبه هي اللي بتؤدي الى ظهور الامراض دي اكتر بكتير من العامل الوراثي. العادات الغذائيه الغلط، الاكل والشرب الغلط، المشاكل اللي احنا بنعملها وبنعيشها على اساس في النهايه ان هي دي حاجه خلاص بقينا معتادينها، وان كده كده الامراض دي جايه في اي وقت، ولو جت ما انا عندي المبرر قدام نفسي ان هي حصلت. لو انا السكر مقرر انه يجي الواحد عند سن 60، عاداته الغذائيه السليمه وانه ما يكونش مريض بالسمنه هتخليه هتجيله عند 70، لو كان هتجيله عند 40 تجيله متاخر. فبالتالي التعامل مع السمنه والامراض المصاحبه ليها بشكل ان احنا اللي اكتسبنا الامراض دي مش الامراض دي وراثيه وغصب عننا جايه لنا، هو ده مفتاح الحل. علاقة السمنة بالضغط بمنتهى البساطة، بتلاقي مريض الضغط بياخد صنف في البداية، صنف أدوية. بعد ما بقاش الضغط متظبط فبقى عمال بيزيد في الوزن، بيروح لدكتوره بيبدأ يديله صنفين، بيزيد في الوزن أكتر، بيبدأ ثلاثة، وتانينا ماشيين في حلقة مفرغة. يعني الأدوية بتاعة الضغط لا مش بتسبب السمنة. أنا أقصد أقول لك إن في المسار بتاع حياته، النهاردة 90 كيلو بياخد صنف دواء، ما بقاش متحكم فيه لانه عنده سمنه عاليه، فبقى يروح للدكتور الضغط مش متظبط، الدكتور بيزود له صنف كمان، ومن تانيه داخلين صنفين وثلاثه، في ناس بتاخد خمس اصناف دواء ضغط والضغط ما بينزلش برضه، وسايب كل الدهون اللي في بطنه دي وكل الحجم اللي موجود عنده ده، ومش متخيل ان السبب الرئيسي في عدم ضبط ضغط الدم، ان ضغط الدم مش مظبوط، هو ان هو عنده سمنه مفرطه او عنده سمنه زياده. ده انا مش ده انا يعني هزود لك كمان واقول لك مش السمنه المفرطه، اي زياده في الوزن بتساهم حتى لو كانت بسيطه. طبعا. طب ازاي؟ احنا دلوقتي اتفقنا ان السمنه دي بتحصل نتيجه اكل زياده، والاكل الزياده ده هيتخزن في صوره دهون. تمام. يعني بمعنى ان البني ادم لو بياخد 1500 سعر حراري وهو المفروض وخد 3000، فال 1500 الدهون دي بتروح فين؟ الدهون دي جزء كبير منها جدا بيروح في الشريان، الشرايين دي ضغط الدم ده عباره عن ايه؟ عباره عن دم ماشي في ماسوره. او انبوبه، الانبوبه دي ليها ضغط، هي ليها تون زي العضله، لان هي فعلا في جدارها جزء من العضله، وجواها الدم، الدم عمال بيضغط عليها من جوه. والشريان او الانبوبه بتضغط عليها من بره، فده ضغط الدم. انت في حاله من التوازن ما بين ده وما بين ده، فالدم يبقى ماشي بمساره الطبيعي والامور كويسه جدا. الجدار بتاع الشريان ده جدار املس، ربنا خلقه املس عشان يمشي بمنتهى البساطه الدم فيه والسهولة. ما يتكونش جلطات ويتكون الكلام ده كله. الدهون اللي احنا بنزودها واللي عماله بتتخزن جوانا موجوده برضو على جدار الشريان. تخشن جدار الشريان عشان كده بيحصل جلطات يحصل جلطات. لما تخشن جدار الشريان مش بيبقى مرن،
مع الوقت بينشف بينشف، فلما ينشف يزيد الضغط بتاعه على الدم اللي جوه. الحاجة التانية، لما احنا بنزيد في اكل الدهون ووزننا بيزيد، الكلى دي مسؤولة عن تنظيم عملية المية، التخلص من المية والاملاح، تحجز ايه وتفوت ايه. الدهون الكتيرة اللي موجودة في منطقة البطن محوطة على الكلى، وفي نفس الوقت الضغط الموجود جوه البطن كله ضغط على الكلى، بيخليها بشكل او باخر تخزن مية واملاح، لان هي مضغوط عليها فتقوم مخزنة مية واملاح. النتيجة ده ايه؟ نتيجة ده ان المية والاملاح هتتخزن في جدار الشريان، فالشريان هيبقى مليان دم اكتر من الطبيعي، او مليان سوائل اكتر من الطبيعي، فعمال يضغط على الجدار من بره، ادي ضغط دم. الشريان اللي اتصلب او نشف بقى ناشف، ما بقاش فيه مرونه، بقى عمال يضغط على الدم من جوه، فبقيت انت العاملين الرئيسيين بتاع ارتفاع ضغط الدم موجود. مصنع شغال بقى اعلى سرعه، اعلى سرعه، الشريان على اخره، فبالتالي ضغط الدم بيزيد. واحنا متخيلين ده كله ان في النهاية اصلا عندي الضغط. طب ما انت عندك الضغط وانت اصلا مزود الموضوع. وناس كتير جدا فكرة كلمة عندي ضغط ده يقول انت عصبي، وانت بتزعل كتير، وانت عندك بتبقى يعني بطنه عندك ستريس زيادة، وقاعد قدامه وقد كده وعاملين نتكلم انه عصبي ومش عصبي ومش عارف. طب انت ده ايه؟ ما هو ده هيروح فين؟ الحاجة التانية، في حاجة اسمها النور ابنفرين، وجدوا لما عملوا بحث ان الاكله الدهنيه لما حد بياكل اكله فيها شويه دهون تلاقي واحد عنده مليان وضغط وسكر وقلبه وحالته حاله، بيقول لك اصل انا بحب السمين يا دكتور، وانا يعني الواحد هياكل بقى مع العمر واحد. جدودنا كانوا بياكلوا الحاجات دي وكانش بيحصلوا، وكان زيه وكانوا زي الفل، يشربوا السمنه البلد. كلام كله في النهايه هو سايب نفسه اسير لافكار مش حقيقيه. وفي نفس الوقت الاكله الدهنيه اللي بقولها لك، نسيت اقول لك، الاكله الدهنيه، مجرد اكله دهنيه بتزود معدل حاجه اسمها النور ابنفرين. النور ابنفرين ده من الحاجات اللي بتعمل انقباض للاوعيه جامده جدا، يعني خدوها وبحثوا اثناء الاكله يعني او بعد الاكله مباشره، بتزيد جدا معدلات ارتفاع ضغط الدم. لذلك يقول لك ده اتغدى وجاله مش عارف جلطه، ولا جاله مش عارف ايه بعد اكله تقيله، جات له مشكله كبيره. والحقيقه ده علميا ده بيأثر. طبعا. فبالتالي المفتاح الرئيسي لمشاكل ارتفاع ضغط الدم، ضغط الدم، في حاجه اسمها ضغط دم اولي اللي هو هيجي لك، ممكن يكون مقدر لك انه يجي لك، هيجي لك في اي وقت من الاوقات بغض النظر عن الاسباب، بغض النظر عن الاسباب. ولكن في الحقيقه السمنه بتقدم ده بشكل كبير جدا وبتزود مضاعفاته كمان، يعني حتى لو طب في ضغط تمام بتعجل بقى بالموضوع، بتعجل يعني انت بتجري بالظبط، انت عمال بتجري وبتجهد نفسك. الكلى الحقيقه في البدايه بيبقى عندها قدرة على التكيف مع المشاكل دي، بتقدر تعمل ده. القلب بقى عنده قدرة على التكيف مع المشاكل دي وبيقدر يوازن، لكن في وقت من الأوقات خلاص. أنا دايما بقول إيه، لو مثلا القلب، لو واحد مثلا وزنه 130 كيلو هو عنده 30 سنة، هو مشغل قلبه كما لو كان 60 سنة، لأن القلب عمال بيضغط بيشتغل 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 عشان يعوض المساحة دي كلها، لأن الدم القلب بيضخ الدم لمساحة، فكل ما زادت المساحه دي كل ما كان بذل مجهود اكبر عشان يعوض الدم ويدي الدم للحجم ده كله. فبالتالي لو انت سنك 30 سنه انت شغلت قلبك كما لو كان سنك 60 سنه، شغلت 60، انت استنفذت، عليت الحكايه وسرعت. فبالتالي الدهون بشكل كبير جدا بتساهم في ارتفاع ضغط الدم، بتساهم في تصلب الشرايين والمشاكل دي كلها. لما تيجي تتكلمي عن السكر، عن السكر بقى، الدهون اللي نفس الفكره، في عامل وراثي تمام، بس انت اللي بتقدمه، انت اللي بتخليه يجي بدري. الدهون اللي موجوده في منطقه البطن بالذات، العلم اثبت انها دهون مش خامله، دي دهون بتفرز. من اخطر المشاكل اللي ممكن تكون موجوده عند اي حد، سواء يعني حتى اللي عندهم سمنه في مناطق مختلفه، دهون البطن دي لوحدها كارثه وسبب رئيسي بقى لحاجات كتير قوي. سبب رئيسي المشاكل الدهون بتاعت الخصر، حتى بيقيموا السمنه دلوقتي بمحيط الخصر. لما السمنه بتزيد، الدهون بتزيد، بتطلع عوامل التهاب، بتروح دايما على المستقبلات بتاعت الانسولين، بتقول لها ما تشتغليش. فهو عنده انسولين قليل، او سواء كان بياخد انسولين من بره، فالانسولين مش عارف يشتغل، فيبدا يظهر معدلات ارتفاع السكر في الدم. فالدهون اللي موجوده دي بتساهم الى حد كبير جدا جدا في عدم لو انت عندك سكر هتلاقيك مش عارف تظبطه طبعا، ولو ما عندكش هيبدا يظهر بشكل سريع ومضاعفاته بتزيد، بتبقى كتيره كمان. طيب حضرتك يمكن اتكلمت كذا مره عن الالياف وعن فائدتها لانقاص الوزن وكل الكلام ده. الناس اللي بتبقى عندها امراض معينه، يعني في ناس بسمع يعني انه في ناس ممكن تاخد بعض الادويه تعمل لها كارثه، هي ممكن تكون
بتنزل في الوزن، لكن تعمل كارثة تانية في انها تعلي الضغط فجأة، في انها تعمل هبوط حاد، في انها تعمل بعض المشاكل اللي ممكن تكون موجودة لأي حد مريض. انت قلتي بمنتهى البساطة المشاكل بتاعت العلاج الدوائي او الحاجات اللي الناس بتستسهلها بسرعة عشان تاخدها. الحقيقة دي كلها بتبقى فيها بدائل غدة درقية فبتزود ضربات القلب، وبيكون فيها مادة اسمها سيبوترامين بتزود ضربات القلب، بتعمل ديبريشن واكتئاب، وحتى الكلام ده كله احنا براه. الألياف مهمتها أو فايدتها زي ما أنا قلت لك في البداية، إن أنا أكلت أكل كتير، جسمي استفاد من جزء من الأكل ده، وبقت الدهون أو بقت السعرات الحرارية اتراكمت في صورة الدهون، الألياف هتخليني أكل كميات أكل أقل وأنا مستريح. الفيديو اللي على الشاشة دي زي ما انت شفتي ده فيديو تحفيزي لتناول الألياف، بيوريك قد ايه الألياف بتكبر جوه المعدة، يعني بمجرد ما تخش جوه المعدة بنشرب مية فبتكبر بتنفش جوه المعدة، فتخلي الواحد دايما خلاص شبع، يعني قبل ما يدخل على الاكل احنا دايما بنقول لهم خدوها قبل الوجبات الرئيسيه، خدوها قبل الفترات اللي بيكون عندكم فيها نهم للاكل. فبيخش على السفره بتاعته وهو مش جعان خلاص. الاكل بتاعه او استجابته للاكل قليله جدا. الحاجه الثانيه، الالياف ليها قدره على تحفيز معدل الحرق زي ما انت شايفه كده، هو مجازا كده ان دي اله يعني تروس وكده، الالياف تقدر تخش جوه المعده وتمتص الطبقه الدهنيه اللي موجوده او الدهون اللي موجوده في الاكل وتنزل على الامعاء ثم الاخراج بدون امتصاص. فدي قدره الالياف على ان هي تبقى موجوده جوه المعده فتملى المعده بحجم كبير فمتخليش الناس تجوع. الالياف لما بتستخدميها بنسبه اقل بيزيد معدلات السكر والضغط والقلب اللي احنا كل اللي احنا قلناه، لما بناخد الالياف بنسبه كبيره او بدرجه عاليه بتقل معدلات الضغط والسكر كالالياف، يعني احنا دايما كلنا حتى منظمه الغذاء والدواء الامريكيه بتنصح ان خلي الالياف كتير في اكلك. كتير في اكلك ده اللي هو موجوده في القمح الكامل، انت عارفه اللي يبدا دايت يروح رايح على السوبر ماركت جايب العيش القمح الكامل، مكرونه القمح الكامل، رز القمح الكامل، الكلام ده كله. ليه؟ لان الالياف مفيده جدا في عالم انقاص الوزن وضبط الصحه العامه. يعني هي الالياف ليها قدره كويسه جدا او ليها جزء من الحمايه من مرض السرطان القولون والمشاكل دي، مليانه مضادات اكسده بتحفز على الحرق. ولكن الالياف اللي احنا عاوزين نشبع الناس، عاوزين نخلي الناس نملى المعده، نملى المعده، هي نفس الفكره بتاعت بالون المعده، ولكن كاجراء يومي انت بتعمله كل يوم، بتبقى الياف مكثفه جدا، درجه الكثافه بتاعتها عاليه قوي، ليها قدره كبيره على انها بتشرب كميات كبيره جدا من الميه، بمجرد ما بتحطيها جوه المعده. انت فاكره الجماعه اللي كانوا زمان بيعملوا الاسمنت؟ ايوه، الموان، هي بتبقى المونة. حاجه صلبه بتنشف بسرعه. هي دي اللي انا هوريها لك. احنا بنجيب كوبايتين، الكوبايتين دول يشبهوا المعدتين. يعني هنقول دي معده ودي معده، اللي على الشمال دي فيها طبقه زيت او دهون فوق اللي هي ليها سمك معين احنا بادئين بيه، فهيوريك قد ايه الالياف تقدر تمتص الدهون دي وتنزل بيها. والكوبايه الثانيه فيها دي شويه، دي الدهون اللي اوريدي موجوده ولا الدهون اللي لسه هتدخل؟ الدهون اللي موجوده في الاكل. تمام، اللي انا لسه هاكله ولا اللي اوريدي كلته؟ اللي انت اكلتيه ليها بقى قدره لما بتنزلي في الوزن الدهون كده كده بتنزل. الالياف لما بتدوبيها في الميه كده وانت بتدوبيها اصلا هي ليها قدره كبيره على انها بتمتص الميه بسرعه جدا وبتنشف بسرعه جدا برضو. طعمها عامل ايه دي يا دكتور؟ طعم القرفه، ليها طعم قرفه كده معين، طعمها مستساغ. القرفه طعمها حلو مستساغ يعني. واحنا بنقلبها كده بتزداد سمك، يعني احنا حتى تلاقي ايدينا نفسها يعني اللي بيقلبها بيحس ان هي فيها مقاومه شويه. فزي ما انت شايفه واخده شكل الكوبايه، يعني الفكره كلها ان ممكن مثلا الالياف تاخد جنب الكوبايه فانت تبقى عارفه ده مش هتملى المعده. لكن لو انت جبتي كوبايه شكل تاني وحطيتي في الالياف هي بدات تتقل اهي بالظبط، لو جبتي دورق كبير هتلاقيها بتنشف برضو فيه. زي ما انت شايفه كده عدم نزول المعلقه معناها ان هي هتثبت جوه المعده او تقف جوه المعده فتره معينه، بتقف جوه المعده تقريبا من 10 ساعات ل 15 ساعه وبناكلها. المرضى اللي اقل من 100 كيلو ممكن ياخدوا 3 كوبايات ميه، المرضى اللي اكتر من 100 كيلو ممكن ياخدوا 4 كوبايات ميه. ليه هناخد كوبايات ميه كتير؟ عشان تملى اكتر فتملى حجم كوبايات يعني شرب ميه، ميه ميه بس، ميه بس. لكن دي كوبايه زي دي مثلا بتتاخد ايه، مره في مره واحده بس في اليوم؟ اوكي، زي ما انت شايفها الثانيه طبقه الدهون امتصتها الالياف وبتنزل بها، النزول اللي انت شايفاه ده على الامعاء ثم الاخراج بدون امتصاص. يعني الدهون لو انت شايفه الطبقه اللي فوق، فالدهون موجوده لسه اللي فوق دي نزلت 90%، بقت الطبقه 10% اللي باقيين، يعني امتصت 90% من الدهون اللي موجوده. يبقى انت حليتي مشكلتين، ان انت مليتي المعده، فمليتي المعده بدرجه كبيره جدا فخلاص ما بقاش فيه جوع، لان الفكره كلها الناس بتجوع ازاي؟ المعده فاضيه بتستوعب كميات اكل كبيره، وكل ما زاد الوزن كل ما كانت المعده اكبر. انا اقول لك احنا دخلنا بالمنظار مره شفنا معده عامله زي المركب،
المعده عامله كده. يا ساتر. والله مركب يعني زي بقول لك كده، عامله قوس كده، مركب كبيره جدا. دي ما بتشبعش بقى دي خالص. هيشبع ازاي؟ ما انت يا تاكليه يا اما هيقتلك يعني. هيعمل ايه بقى؟ عاوز ياكل يعني. ما هو غصب عنه في ميكانيزم او اليه غصب عنه بياكل. اه صحيح، هو شره للاكل وفي نفس الوقت هو جسمه محتاجه لان معدته كبيره. الناس دي هتعملي معاهم ايه؟ الناس اللي بيقوموا بالليل بيبكوا يعني، الناس بتيجي تبكي تقول لك انا ما بقدر، انا بقوم من النوم يا دكتور مش شايفه ومش عارفه انا اكلت ايه. من الجوع. انا بقوم من النوم مش من الجوع، هي ميكانيزم معين واليه معينه جسمها اتعود عليها. الناس دي لا، اللي هو الجوع الكاذب اللي بنقول عليه. هي مش جعانه، هي لو خدت كوبايه ميه وحست ان هي شبعت بالزبط. يبقى ده جوع كاذب. بس جسمها اتعود على جزء انها تقوم تاكل سكريات، انها تاخد جلوكوز بالليل. فلما الناس دي كلها بالذات الناس اللي بتاكل بالليل بتروح وتشتغل طول اليوم وبتيجي بالليل الشهيه مفتوحه جدا، طبعا بتتصل غير اكل. حضري بقى كل ايه ملذ وطاب. احنا كلنا كده الحقيقه يعني، احنا كلنا ناكل بالليل. كلنا كله بيحاول يعني بيعمل ده، بس اختلاف الكميات برضه واختلاف على مدار اليوم. لما جيت كلمتك على العادات الغذائيه وقلت لك الناس اللي عاداتها الغذائيه غلط هي اللي بتبوظ الامور. انا لو اكلت بالليل بس انا طول اليوم باكل مش هيحصل مشكله. طول اليوم باكل بكميات بسيطة قليلة، يعني مشغله معدتي ومشغله الحرق في نفس الوقت. كان هو اعتقد يا دكتور انه اكتر حاجه بتمتص هي اول حاجه بتدخل المعده. طبعا. فحسب بقى انا خدت ايه بالظبط. ممكن تاخد حاجه قد كده، ممكن تاخد حاجه قد كده. الفكره كلها ان عمليه تحفيز الحرق بتتم من الصبح. يعني اكتر ناس بتزيد في الوزن حتى كمان الناس اللي ما بتنامش بالليل. النوم بالليل ده اهم حاجه لان فيه هرمونات الحرق بتفرز بالليل، فالجسم بيكون نشيط الصبح من ناحيه الحرق والتمثيل الغذائي فما بياكلوش. فالفكره كلها انت هتاكلي ازاي وهتاكلي امتى والكميات تكون قليله. تمام. طيب ناخد ام كريم. اعتقد ام كريم حاله موجوده معانا وخست اعتقد. طبعا. تمام. ام كريم سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته دكتور. اتفضلي اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قولي لي يا ام كريم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. من المنيا. اهلا بيكي يا ام كريم. طمنينا نزلتي قد ايه في الوزن؟ قولي لي انت كان وزنك قد ايه وعملتي ايه وخسيتي قد ايه؟ انا كان وزني 97 دلوقتي بقيت 90 والحمد لله بفضل الالياف الطبيعيه اللي استخدمها من شهر، ادري شهر كده. كيلو. بدأتي تاكلي قليل وما بقيتيش تاكلي كتير زي الاول. الحمد لله يعني الشهيه بتاعتي كانت في الاول على طول جعانه، بس الحمد لله من ساعه ما استخدمت الالياف الطبيعيه الحمد لله ربنا كرم يعني ما فيش شبعان على طول يعني. تمام. طيب بس نورتينا يا ام كريم. نورتينا. دي الفكره. طيب. هي الشهيه المفتوحه على الاكل، هي كنترول الشهيه الامور بتبقى بتختلف كتير جدا. بس دايما بقول لك برضو العادات الغذائيه، احنا بس مش عايزين نكنترول كميات الاكل، احنا عايزين نكنترول الناس اللي طول الوقت بتاكل غلط. يعني العادات الغذائيه اهم حاجه. مفيش دايت من غير فطار الصبح. يعني مفيش نظام اكل ينقص لك وزنك. مشكله بقى ناس كتير جدا يعني دايما دكاتره الدايت يقولوا لازم تفطروا، ما تتعشوش بس افطروا. بالظبط. ليه؟ لحكمه. اصل هي مش في النهايه مش حاجه هو عايزكم تفطروا وخلاص. هو الحقيقه الفطار الصبح هو زي انا بقول هو الريموت كنترول، هو مفتاح التشغيل، هو مفتاح العربيه. بدون ما هتحطي مفتاح العربيه في الكونتاكت العربيه مش هتدور. صحيح. هي نفس القصه بالظبط. والاله دي المطلوب منها انك تحط لها اكل تحرق الاكل ده كله ونواتج الحرق ده تديكي طاقه فتتعيشي بيها. طيب لو انت ما شغلتيش الاله دي الصبح وقمتي اتحركتي بقى ورحتي انطلقتي وعملتي كل الاكتيفيتيز بتاعتك او النشاطات بتاعتك هتنزلي ازاي؟ تشغيل الاله دي يبقى بايه؟ يعني في بعض الناس ما تقدرش تفطر بس متعودة مثلا انها الصبح تشرب ماجنس كافيه، شاي، قهوة، شاي بلبن. هل ده كفيل انه يدور الحكاية؟ لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا. لازم على الاقل من 300 ل 400 سعر حراري. يعني بمعنى نص رغيف بفول ببيض بجبنة مع كوباية الشاي بحليب لو هي عايزة. مش هتبقى في اي مشكلة. فبالتالي ما ينفعش ندور العربية بربع لتر بنزين مثلا. هي نفس القضية بالظبط. انت الصبح هتمشي على قد ما هتديها. بالظبط. انت طالبه من الاله دي ان انت تقضي كل نشاطاتك اليوميه على مدار اليوم
وتاكلي كل الاكل اللي انت هتاكليه والاكل ده كله يتحرق وما تخزنيش. فبالتالي هي دي الحكمه، ان انا ابدا افطر، ان انا ابدا اكل سناكس طول اليوم على مدار اليوم. لو انا باكل اكل كتير او شهيتي مفتوحه على الاكل، الالياف هتكنترول الكميات دي بشكل كبير جدا، وتقعد في المدى من 8 ل 10 ساعات، فتخلي الناس كميات الاكل قليله تستوعبها. دكتور احمد نورتني، وبشكر أنا سعيد حضرتك جدا. اشوفك على خير ان شاء الله. بشكرك يا دكتور، تحت امرك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، واشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله الساعه 3. لو عشتوا كان ليا عمر اشوف حضراتكم بالف خير. سلام عليكم.